السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022، حجز موعد الجوازات السعودية، إليكم التفاصيل. تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022، كشفت الجوازات السعودية شروط ورسوم التمديد الجديدة، وذلك بعد تقدم أحد التابعين للصفحة الرسمية أبشر على موقع التدوين العالمي تويتر بالاستفسار عن خطوات تمديد الزيارة العائلية بواسطة أبشر، وما هي رسوم التمديد الجديدة. نوفيكم خلال هذا الفيديو رد الجوازات السعودية كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022. أجابت خدمة العملاء أبشر عبر صفحة الرسمية تويتر الرد على استفسارات حول تمديد الزيارة العائلية، ووضحت أنه لا يمكن تمديد الزيارة العائلية المتعددة بواسطة منصة أبشر، وأنه يجب على الراغب في تمديد الزيارة مراجعة الجوازات ومعرفة الإجراءات اللازمة حيال ذلك. كما يمكنك التعرف على هل تم إيفاق تمديد الزيارة العائلية عبر أبشر. بالإضافة إلى ذلك كله، فقد ذكر الحساب الرسمي أبشر أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا تتم قبل انتهاء الزيارة الفعلية بسبعة أيام وحتى اليوم الثالث من الانتهاء. كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022؟ من الجدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تمنح تأشيرة الزيارة العائلية لجميع المواطنين المقيمين بالأراضي السعودية، وتسمح بالتأشيرة بدخول وخروج الأقارب من الدرجة الأولى إلى الأراضي السعودية لمدة لا تتجاوز 90 يوم، ويتم تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022 من خلال التالي: تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية، قم بتدوين اسم المستخدم ورقم الإقامة، ويجب الآن كتابة رمز التحقق ومن ثم تأكيده، انتقل إلى إعلان تبويب الخدمات الإلكترونية، قم بالنقر على تبويب الخدمات الإلكترونية من القائمة الجانبية، اختر خدمة تمديد أشياء الزيارة، قم بقراءة كافة الشروط والأحكام والضغط على موافق، حدد قائمة بأسماء الأفراد الراغب في تمديد تأشيرة الزيارة لهم، املأ بيانات ومعلومات المستند والتأكد من البيانات، وفي نفس السياق قم بالنقر على تأكيد الطلب بعد التأكد من جميع البيانات المدخلة، حجز موعد الجوازات السعودية لإرسال الأوراق والمستندات. تتيح حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين بها العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة. بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فقد تناولنا عبر قناة أخبار خفيفة إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين 2022، ومن أبرز تلك الخدمات هي حجز موعد الجوازات السعودية إلكترونيا، ويتم ذلك من خلال التالي: تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية أبشر، ادخل اسم مستخدم وكلمة المرور الخاصين بك في الصفحة المقابلة، قم بتدوين رمز التحقق على الصفحة، وبالمثل قم بالنقر فوق تسجيل الدخول ثم اختر القائمة الرئيسية، اختر التواريخ وجواز السفر، قم بتحديد موعد، أخيرا وبعد إضافة البيانات الخاصة قم بالضغط على تبويب تأكيد الموعد. متابعينا، أعجبكم الفيديو رجاء اشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.